السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيرت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ثلاث لقطات صادمة لرياض محرز أمام كوبنهاغن، يعني وين مباراة ما كاش اللي كان ينتظر، يعني وين الناس كاع ما نهضروش صح كاع فرحنا من شبنا محرز باللي غادي يلعب، قلنا نكملوها مع محرز ونزيدو نروحو لبن ناصر. يعني تتفرج دو ماتش مليحة، تفرج عندك تما عندك الوقت تفرج مانشستر سيتي ومن بعد تروح تفرج ميلو. هذه هي اللي زعما قعدنا نشوفو فيها، وين الكل كان يعني فرحان بدخول محرز أساسي، وقلنا بلي محرز عاود ولا يعني المستوى تاعه، لكن وين شاهدنا صدمة يعني ما كناش نقارو لها، يعني هي نعتبروها تغيير تكتيكي فقط. هذا ما كان كنا نشوفو في تغيير تكتيكي فقط. يمكن كان المدرب يشوف بأن خروج رياض محرز يمكن يكون في صالح النادي بعد ما شاهدنا تسبب في إلغاء الهدف التقدم لمانشستر سيتي، يعني والتضييع ضربة جزاء، وإن كانت نقولوا باللي نقطة التحول تاع رياض محرز يعني وإن شاهدنا وين ما مشاتش معاه، يعني خاصة في بداية الشوط الأول 24 دقيقة ضيع هدف، يعني وبعد ذلك خروج لعاب مهم في النادي، يعني كان تغيير تكتيكي، يعني ما كانش تغيير من أجل تحطيم كما قال لك بزاف، قال لك ناس قال لك غوارديولا يتفنن في تحطيم رياض محرز، وهذه ما كانش منها. كما قبل ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا الفيديو، دائما معكم بالجديد إن شاء الله. وين نعاودوا نولوا نتكلموا على الثلاث يعني صدمات، نتكلموا على ثلاث صدمات لرياض محرز في مباراة الأمس، يعني وين شاهدنا وين صنع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحدث في مباراة فريقه أمام كوبنهاغن الدنماركي بالدوري أبطال أوروبا، وين استضاف كوبنهاغن فريق مانشستر سيتي ضمن منافسة الجولة الرابعة للدور المجموعات في الدور أبطال أوروبا على الملعب يعني في كوبنهاغن بالدنمارك. نقولوا باللي وين انتهت المباراة 0-0 بدون أهداف، نتيجة كانت سلبية يعني بدون أهداف 0-0. على ذلك نقولوا باللي وين بدأ محرز المباراة في التشكيلة سيتي أساسي، لكنه عاش دقائق كارثية في غضوان يعني في نصف ساعة فقط. وفي الدقيقة 13 وين أحرز رودريو لاعب مانشستر سيتي هدف رائع بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن تم إلغاء بسبب رياض محرز، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو والتي بينت وجود لمسة يد ضد رياض محرز قبل أن تعانق صاروخية روديو الشباك. المهم احنا دروك محرز تاعنا محرز ما نجموش نقولوا باللي المهم انا ما غاديش نجي كونت المدرب اللي نشوفها المباراه هذه، يعني التغيير تكتيكي الناس اللي يعرفوا يقول لك تغيير تكتيكي، ما نكونوش ناس تاع اصحاب بيز، يعني تاع غوارديولا يتفنن في تحطيم رياض محرز، غوارديولا يستغل اي شيء من اجل تحطيم رياض. هذيك عينك وكا ما داروش، وين كوكا ما داروش دونتري، كوكا ما داروش دونتري. محرز كيما هكا كون تروح تخرب له في راسه يقول لك كو يدخل جوكر، يقول لك يدخل دوزيام ميتر، بالك كان عندي لمسه كنت غادي نماركي ولا. هذه هي. وبعد 12 دقيقة وين حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء تسبب فيها مانويل يعني مدافع الفريق قبل أن يضيعها محرز ليبقى التعادل السلبي قائم، وسدد محرز الكرة في الزاوية اليمنى، ولكن تصدى لها الحارس كوبنهاغن يعني ببراعة، يعني وين راح مع آخر خاطش عليه محرز لعاب باين، محرز كيتيري ضربة جزاء الناس تتفرج عليه، حارس يتفرج عليه، يعني محرز وين دائما وين يضربها على لا دروات القوة يضربها على لا دروات، يعني هذه الخطرة وين هو العام اللي فات وين ضيعها
على لاغوش، يعني هذه الخطره وين بدل خاتنا مع المنتخب الوطني مع النهار اللي تيرا يعني التاليه فانيك، وين يعني وين كما سيبدل في طريقه يعني رمي الكرات في الجهه اليمنى، واضطر السيتي للعب يعني وين نقولوا بعشر لاعبين منذ الدقيقه 30 بعد طرد سيرجيو غوميز المدافع فريق بعدما منع فرصه الهدف يعني اللعاب يعني الواعد لكوبنهاغن، وحاول بيب غوارديولا مدير الفني للسيتي اعاده ترميم الدفاع من خلال دفع البرتغالي روبن دياز بدل من رياض محرز ليكتفي الجزائري بالمشاركه لمده 33 دقيقه فقط. ووفق لموقع اوردا سكورد المتخصص في احصائيات، حصل محرز على تقييم 6.1/10 قبل استبداله ليكون ثاني أسوأ لعاب في المباراة بعد المطرود سيرجيو ب5.2. حنا التقييم هذه 6.1 ما أنا واحد من الناس ما نديرش عليها، خاطش علاش شحال لعب لعب 33 لو كان قعد بالك غادي مرخي، شان الناس قال لك واحد يضيع بيناتي يزيدوا يعطوه فرصة، لكن هذه يزيد يعطيه فرصة كوما كاش كان كاين طرد مشي ضيع بيناتي كان 11 ضيع بيناتي قالو خرج عليا ودخل واحد في بلاصته، هلا يا جماعه يعني نقول باللي كان تغيير تكتيكي برك، انا لا ما نجمش انا من وشاهدنا باللي التغيير انا نعتبره تغيير تكتيكي فقط، لان المباراه مباراه اللي شاهدنا انتهت 0-0 يعني ما بعد خروج محرز اللي دخل ما كانش مؤثرا، يعني نشوف كيفاش تضيع هدف وين تضيع هدف يعني وتضيع لعاب يعني النقص العددي يعني تكون صعبه شويه ما تكون سهله، تكون صعبه ما تكون سهله على هذيك نقول باللي غوارديولا ما كانش ما جاش تغيير من اجل تحطيم لعاب كما راكم تحضروا، لا يا جماعه كان اللي يتكلم يقول لك باللي ما قبل الاخير أسوأ لعاب، ماشي غادي ماشي أسوأ لعاب، هذا لعب 33 ماشي أسوأ لعاب، يعني نقولوا باللي بالك الخروج تاعو شويه كلعاب يعني وين كان يطمح لبدايه قويه، يعني بعد ما سجل في زوج مباريات سجل هدف ومد تمريره زاد سجل هدف، يعني نقولوا باللي كانت البدايه موفقه، لكن رياض محرز تيرا له فكرت نهار اللي ماركا كونت كوبنهاغن السيمانه اللي فاتت ماركا فانيك ضربه جزاء يعني امام الحارس غير هو، هذا الخطره قراه هذا الخطره قراه، هذه هي هذه ما باش يكون على بالكم اللي الناس هذه اللي استغلوا هذا الباز هذه تاع او غادي يبدل غادي يحطمه وراه يحطم فيه وراه، هذه عشناها في وقت مضى اخويا، يا عشناها في وقت مضى هذه صعيك، بدلوا العقليه بدلوا منا باش يتعاودوا تردوا لنا فيك فيم تاع غوارديولا يكره محرز يكره غوارديولا، صعيك بدلوا العقليه صعيك، حاجه جيبوا لنا حاجه جديده هضروا، انا نقول لكم بلي هذا التغيير كان تغيير تكتيكي، ينجم السيمانه الجايه يعني محرز يكون دونتري ويرد الاعتبار روحو، انا تبان لي كيما هكا خاطش عليه كان واجب عليه الله غالب، كان في وقت حرج ضيع ضربة جزاء تسبب في إلغاء هدف، يعني كان في وقت حرج حتى وين المدرب يعني وين كان في وقت يعني لازم يغير يخرج ديفونس يخرج أتاكو ويدخل ديفونسير، هذه هي ما كاش كيفاش يدير. شوف في الفيديو اللي فات قال لك واحد كومونتي علي قال لي شوفي انت كيف راك جاي مع غوارديولا، يا ولدي جاي مع غوارديولا هذه العقلية قلعوها جماعة، كلعوا هاد العقلية، غوارديولا ب10 دار ماتشين وكان غادي يربحها، كان غادي يربح ب10 وكان غادي يربح خارج ميدانه، غوارديولا دار تغيير عرف كيفاش يدير ترميم في الدفاع، يعني التغيير اللي داره ما ينجمش يخرج لك من الميليو تيران، ما ينجمش يخرج لك مهاجم صريح ما ينجمش يخرجه، يعني دار ترميم هذه يسموها ترميم في الدفاع، ما ينجمش يخلي لك دفاع خاوي، ما يخليش واحد خاوي، أنا راودي أنت كمان أنت تاكيك باني تاكيك باني يخمم لك في محرز محرز ولي ذاك بو الحياه يزعف، اجي نخلي
رجع من كشري كيما داك بولحية قال لهم يستاهل، قلت له خرج خرج من السيتي، روح ديه باللوط وديه وين ما ديه خرجه خرجه على برا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم خالتي وصاحبتي وصاحبتي.